أقل من باب تقريب الصدفة ولا البرنامج تاع الوزارة، أنني اليوم جيت إلى ولاية باتنا التي تعتبر بامتياز قطب فلاحي، هذه معروفة عند العام والخاص. وجيت لولاية باتنا بعد يومين ولا ثلاثة من المصادقة من طرف البرلمان على خطة عمل للحكومة في تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية. هذه الخطة اللي صادق عليها البرلمان واللي لاحظتوا المناقشه التي ميزت يعني خطه عمل الحكومه. هذه الخطه تشوفوا انتم المداخله تاع السيد وزير الاول وين مكانه الفلاحه في هذه الخطه اللي هي في الحقيقه امتداد لبرنامج السيد رئيس الجمهوريه. الفلاحه في قلب الاستراتيجيه الاقتصاديه للحكومه. المكان اللي تحتلها مكانة بامتياز، والسيد وزير الأول كانت له الفرصة أنه يعني تعرض بالتفصيل على محتوى البرنامج الخاص بالفلاحة في هذا المخطط. توسيع المساحة الصالحة للزراعة، توسيع المساحة المسقية راهي في 1,300,000 إن شاء الله توصل حتى زوج ملايين. تنويع المنتوج الفلاحي، العمل على الاكتفاء الذاتي بصفه نهائيه، العمل على جعل من الصناعه من التحويل من الصناعه التحويليه احدى اولويات الاقتصاد الوطني، جعل من هذا الفلاحه حقيقه يعني مصدر للتصدير. كل هذا يعني داخل في مخطط عمل الحكومة بشكل يعني هام وهام جدا. واش يقول كذلك خطة العمل؟ تقول أن كل لأن هذا شيء هام جدا، كل ما أقره السيد رئيس الجمهورية في 2009 من بسكرة فيما يخص برامج الدعم المختلفة، كل برامج الدعم قال لي لازم نرجعوا لها. الفلاحة يجب أن تبقى مدعمة، ولأن الفلاحة كانت مدعمة وصلنا هذه النتيجة. وإحنا رانا في ولاية باتنا لو لم يكن فيه تدعيم حقيقة أن الفلاحين في مختلف المستويات، وحقيقة أن ولاية باتنا فيها أراضي فلاحية ومؤهلة للزراعة، ولكن لو لم يكن فيها الدعم وأنا أدرى بذلك في ولاية باتنا ما كناش نوصلوا لهذه النتيجة. اليوم ولاية باتنا قطب فلاحي بامتياز، الأولى أو في المراتب الأولى في أكثر من منتوج، في الأعلاف، في البيض، في هذوك دجاج اللحم، في دجاج اللحم ربما تعتبر الثانية أو الثالثة على مستوى الوطني، في لينوايو بيبا، في كثير من المنتوجات، في الزيتون، في كثير من المنتوجات. ولاية باتنا تحتل المراتب الأولى. ولاية باتنا تعتبر من الأربع أو الخمس ولايات الأولى في قيمة الإنتاج الفلاحي بصفة عامة، كان ذلك حيواني أو نباتي. هذا شيء هام، هذا ما كناش نوصلوا هذه النتيجة كما يكونش فيه دعم. لهذا الدعم تأكدوا خطة عمل الحكومة اللي هي تنفيذ لبرنامج السيد رئيس الجمهورية. نقطة أخرى وهي هامة لا تقل أهمية، وشو هي؟ المنتوج الوطني. اليوم ولاية باتنا اليوم شرفنا على افتتاح المعرض الثاني للمنتوج الوطني في ولاية باتنا، وعشتوا معنا اليوم المعرض، يعني منتوج وطني خاصة المنتوج في الخضروات والفواكه من نوع رفيع جدا مؤهل للتصدير. من اليوم رانا هنايا في قلب الاستراتيجية الوطنية فيما يخص التكفل بالفلاحة بالقطاع الفلاحي ودوره في النمو الاقتصادي ومشاركته كذلك في الاكتفاء الذاتي، ونحن نلجأ إلى المنتوج الوطني. اليوم هذا التفاح رحت نروح نجيبه من الخارج، هاو تفاح تنتجو انت في باتنا، يكفي باتنا ويكفي الكثير من ولاية الوطن. تزيد له التفاح تاع خنشلة، تزيد له التفاح تاع الولايات الأخرين، رانا وصلنا إلى منتوج فيما يخص التفاح فقط يتجاوز 5 ملايين قنطار. علاش حتى نروحو نستوردو تفاح؟ التفاح مثله مثل باقي الكثير
من الفواكه والكثير إن لم أقل كل الخضروات. رانا في منعطف، رانا في منعطف الفلاحة وقطاع الفلاحة يعني أكثر من أي وقت مضى، هو في قلب الاقتصاد الوطني حقيقة، بديل بيناتنا كلنا. الدولة من جهة بالدعم التحلي مرة أخرى تأكدوا الفلاحين اللي يعتبرون يعني في المعادلة طرف أساسي، وكل السلطات وكل المؤسسات التي عندها علاقة بالتنمية الفلاحية بصفة عامة نعمل على رفع التحدي، تحدي الأمن الغذائي في الجزائر. ماناش بعيد عليه، ماناش بعيد عليه. عندما ترى الإرادة التي تحدو الحكومة على رأس السيد وزير الأول، وشفتوا معنا وتتبعتم النقاش ومداخلته سواء كانت في المجلس الشعبي الوطني ولا في المجلس الأمة، الأهمية اللي اعطاها للفلاح. وش بقى علينا؟ بقانا كلنا المعنيين بهذا القطاع، سواء كنا إدارة قطاع أو جمعيات أو مؤسسات أو مهن مشكلة في إطار جمعيات أو تعاونيات أو الفلاحين، قاعدين نشمروا على يدنا ونقولوا ها هو لك المثال. مادام وصلنا إلى إنتاج هذا، إنتاج الرمان والتفاح والخضروات والعنب وكل أنواع الفواكه، مادام وصلنا لهذه النتيجة ما هوش بعيد علينا أننا نصل إلى نتيجة أكثر وأحسن من حيث الكمية، من حيث النوعية، والتوجه نحو التحويلية، نحو صناعة التحويلية، والتوجه نحو التصدير. هو الهدف، لسنا بعيدين عنه. أنا كي نشوف هذا الالتحام، نشوف هذا المبادرات اللي يأخذوها الفلاحين على مستوى في ولاية باتنا، يعني يزيد فيها أمل. صح. إن الهدف اللي سطروا السيد رئيس الجمهورية في برنامجه واللي أكدته خطة العمل تاع الحكومة ليست بعيد علينا من حيث الإنجاز ولا من حيث الوصول إليها كهدف وعن طريقه كوسيلة. بقي علينا هذا، يبقى أن هذه الأمور اللي أشرت إليهم سواء كانت الكهرباء، سواء كان هذا الحواض المائي. أنا نقول لك أن وتكلمتها منذ حين، مادام الدولة قالت بالدعم الكلي، الدعم الكلي، سنكون في الاستماع ونعطي العناية الكاملة لكل انشغال يقدموه لنا الفلاحين متى كان يخدم هذا الهدف اللي رانا كلنا نسعى من أجله، نعاود نرجع ليه، الاكتفاء الذاتي، التصدير، وجعل من الفلاحة بديل حقيقي للاقتصاد الوطني. شكرا لكم. نورمالمون هادو افون كي لي بوز انت ديجا تي دوا ترانفورمي او كورون تي دو تريتي وصلت لك قبل ما تلحق المسيو الوالي. ما تخلوش هكذا الفلاحين، الى صح رفقوهم يلزم رفقوهم افكتيفمون في الواقع هكذا في الميدان. بارفوا ميم سون الغاز عنده مشاكل، مثلا يروح حتى لسون الغاز. احنا عاوناهم مع الوزير، عاوناهم مع سون الغاز. البروبليم كي سبور سيكو هما يل فول با بيي لور كود بار، باسكو سون الغاز انستال ان ترانسفورماتور بيون. وي. احنا اون بو با بيي، هما يل فول با بيي. دونك سون الغاز احنا مشينا معاهم. مشينا معاهم. لا احنا على كل حال مع كل الاحترامات، اذا كان وفروا لنا هذه الامور هذو، اذا فيه مبالغ ماليه رانا عارفين. اروح شوف اللي شارجي دو لوفير وراني نعيط له ونسقسي على ان شاء الله. En 2008, tu pêches 107 000, 10 tonnes, 107 tonnes, et en 2015, 20 tonnes. Rien ne choupait pas de moi, je peux être l'heure. En 2006, il y a 23 tonnes, c'est d'Allemagne, c'est pour ça qu'il y a eu une pêche à plus. Mais attends, je crée 47 000 en 2006, plus 106 000. Ok. 106 000, 2006. Non, je dis ça parce que moi, dans ma tête, c'est très sérieux. Très très sérieux, l'aquaculture, notamment l'aquaculture continentale. Ça peut être un exemple, un grand bassin de Sochal fait 168 millions de mètres cubes, presque 200 millions de mètres cubes. Et il y a des retenues,
Et puis il y a 47 000 exploitants dans la wilaya avec les bassins. 47 000 exploitants. Moi je disais tout à l'heure à M. Louali, 47 000 exploitants, on va dire que ce n'est pas la moitié, c'est le quart, on va dire 10 000 exploitants qu'on doit sensibiliser pour valoriser l'aquaculture chez eux. Et on doit arrêter une démarche, on doit arrêter des objectifs. On doit arrêter une stratégie. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important par rapport aux potentialités, aux réceptacles que constitue la situation à Betna. C'est énorme. C'est énorme. Normalement, on doit être, chaque année, on doit dépasser les 100 000, les 100 tonnes. Si on n'arrête pas des objectifs. Que le poisson, en général, qu'il soit de mer ou continental, peut être une alternative à la viande rouge et blanche. Et on ne fait rien. Ouais. On ne fait rien. Parce que, on a dit Bagdad, dès l'ensemencement, on a des alvins, je crois qu'on doit, se situer dans une stratégie. On doit savoir ce qu'on veut. On dirait qu'on le fait pour la fantaisie. On dirait, parce qu'il y a barrage, il faut l'ensemencer. Non. Soit on produit, soit on participe à faire évoluer la pêche globalement, soit si on le fait pour la fantaisie, on le fait ailleurs. Quel amel j'ai à dire et pourquoi qu'on en semence, pourquoi qu'on n'a pas atteint et pourquoi. On doit recenser les agriculteurs. Recenser les agriculteurs. On a 5 000, vous imaginez, on va dire un petit calcul. On a 47 000 exploitations. On retient que 10 000 exploitations. Et pour chaque exploitant, on va dire qu'il y a que tout juste deux bassins. Parce qu'il y a des exploitations qui ont 4, 5, 10 bassins. Dire deux exploitations par bassin, par exploitation. On a 20 000 bassins. Dans chaque bassin, on jette quelques alvins. Ça nous donne des tonnes, ça nous donne des kilos, des tonnes de ça. C'est énorme. Il amène Hesbou Chagda pour faire évoluer l'activité et le créneau. On doit travailler avec des objectifs. Si on n'arrête pas des objectifs, ça n'a pas la peine de travailler. Pas la peine. On doit commencer déjà par l'objectif des alvins. La production d'alvins. On a remis de l'âme, il fait 400 000 et puis, pour quel objectif? Rien à remettre parce qu'on a eu, le CRDPA, 400 000 alvins, parce que le temps est clair. Si on doit arrêter une politique de la pêche, une politique de l'évolution de l'activité, on doit l'arrêter avec des objectifs. On a un grand barrage, Kbir, de 200 millions de mètres cubes. On a combien de retenues et on a combien d'exploitations. Et pour chaque exploitation, qu'est-ce qu'on doit faire? On a hesbou. On n'importe pas. Et on doit le démultiplier à travers tout le pays. Dans chaque wilaya, on doit promouvoir l'aquaculture continentale. Mais il est marqué avec objectif parce que on dirait qu'on est toujours dans un stade d'expérimentation. Comme activité stratégique. Mais on produit la quantité qu'il faut, au lieu que le recours chez la viande rouge ou ralia, poisson sera disponible. Il pourrait qu'il y ait un truc de mortalité quand même. Non, il y a une baisse de production, donc on a voulu renouveler le stock au fur et à mesure. Mendirouche Bark pour la galerie. Oui, bien sûr. Mendirouche pour la galerie. Mendirouche parce que on a suffisamment d'alvin, on doit les jeter à l'eau. Ou on dit non. Pour chaque wilaya, on doit avoir une stratégie. Pour chaque wilaya, on doit recenser le nombre d'exploitations. On doit recenser le nombre de bassins. On t'aounou, les DSA, les directeurs de forêt, les directeurs de pêche, les autorités locales, le MIER, et puis nous nous chauffons tous les bassins. Il y a chaque agriculteur, non seulement il y a le hout, il y a le mais il y a le lham, mais il y a le djiran, il y a le fadal, il y a le bien. On crée une activité, tu as le poisson.
الحكومه انه الحليب ما يكونش يعني اكياس بلاستيكيه ويكون يعني عينه من منتوجات اخرى ان يعني تنتج وتوضع في اكياس من اللي لها كل شروط الصحه والمحافظه على حتى ربما البنات الخاصه يعني مطالبه انها يبني توجه نحو نفس الطريقه. انا نشوف بني كاين 71 واحد تلقى 71 واحد تسهل المعاونه تغلب السبع. راكم جمعيه رئيس موجود متفقين عليه ديروا تريزوري واحد ربما كاين بعض المصاريف اللي تكون مشتركه بيناتكم تخدموا عليها راكم تنجحوا ان شاء الله. بربي ان شاء الله. ان شاء الله. اللي لو راهم باينين انا نحس بني تافونسي الا تبقاو تسناو هكذا الاسبوع تحوس على الدوزيام ترونش وانت هي الاولى ما درتهاش يا اخي نبداو بالاولى نديروا الدوزيام. مشكله البدايه سيدي الوزير. البدايه. انت راك رئيس انا نقول لك مع رئيس دايره خدموا سوتوريتي دي ولي تقدروا مباشر تقدروا نقدروا نديروه مثال هذا واش نقول لخويا مثال اللي يديروا سيدي الوزير مثال اللي يدير عاونونا في الرش والتيوات نضمنوا لكم نجيبوا 100 فوق ال 100 هو سيدي الوزير عنده الحق في هذا امني بالله تنجموا نروحوا حتى ل 130 شوف في عمري 70 استنى نقول لك حاجه صلي على النبي صلي وسلم اللي المثال اللي يقول تقدر دير اكثر تقدر دير القليل الدوله قدرت تجيب لك 800 مليار الماء قادره هي واش قال عندها يومين ثلاث ايام السيد الوزير الاول قدام البرلمان في مخطط تاع رئيس الجمهوريه برنامج رئيس الجمهوريه الدوله تبقى تدعم قطاع الفلاحه تبقى تدعمه كيما رئيس الجمهوريه فرضها وطلبها واكد عليها في 2009 منا في بسكره بما فيه السقي وحنا ندعموا الدوله اذا عاونتونا بهذه تصدروا ان شاء الله يا زين ما تفقدوناش الامل راك متوقف عليكم ابداوا راكم يا اخي راكم شاويه وتعرفوا الكلام والهضره ابداوا ما تستناش الشونطر الثاني ابدا عندك 1700 قطار 1700 قطار راك دير به العجب رانا في لا كومبان لا بورسوماي رانا في عمل الوقت تاع تحررت وتبذر الى فاتتنا هذا الوقت ساساراريا تبقى نشوفوا فيها بعينينا ناكلوها المساحه التي كانت مستغله الى غايه السنه الماضيه ومع والمديريه هنا خذت بعين الاعتبار لان كان فيه اكستنسيون دو لا سوبرفيسي ديدي على البوريكولتور اي بوي ما تقدرش العام اللي فات دير 800 برسك 900 وسنه دير 600 لا درنا العام اللي فات 900 تقريبا درنا 880 سيكو سات اني انا في 900 6000 يا اون انكومبريانسيون ايل مي سومبل سور لا سيرفاس كي تي ديدي على البوريكولتور اوكي وعندنا انواع زيت الزيتون ولكن طالبين عقد امتياز ما نديرو مع صيرص علاش ما عندكش عقد امتياز؟ لا علاش ما عندكش؟ حتى ما وافقوا الناس ما كانش مستحيل ما وقفش اسمح لي الهيا انت كنت تستغلها في اطار القانون في القانون 87 19 ووصلت وحطيت الملف تاعك باش تستفيد من عقد الامتياز درتوك عقد الامتياز عندنا نستناو في السياده الوزير يجيب واحد المشكل القانون واضح راه على مستوى درنا مع مدير الفلاحه مع مدير الفلاحه حضرنا معاه نستناو في عقد شوف الى الارض تاعك ما شاء الله استفدت منها وكانت عندك مستثمره فلاحيه عندي عقد الامتياز هذا عندي سيدي الرئيس عقد الامتياز هذا حقك وواجب علينا نصنعوا لك عقد الامتياز بارك الله فيك هذا ما يحق في بريفوا لوتوريزاسيون ديزاج بيريمات كيكون قريب للغابه يقدروا مديريه الفلاحه تدير ليفران تعطي له باسكو كنت تقول له على الاخر انا جبت لك توت لي سوسيتي على ليترونجي يحوسوا يديو لي زيكستري تاعنا فوالا افيك سيرتيفي عندك من استراليا